وتمرين الثالث والاخير تبييض آنية بالقصد، يعني بحال ديتي واحد السينية حطيتها لك ماما ديتي ديها عند اللحام قول ليه يطويها بالقصد تجي تديها تغطى اواني النحاس مع مرور الزمن عن طريق الاكسده بطريقه طبقه رقيقه تسمى الزنجر، وهي ماده سامه، ولتفادي هذه الاكسده وضعت طبقه رقيقه من القصد على المساحه الكليه المراد لتغطيتها عن طريق تلك الاكسده الطبيعيه. الاناء اكس، عندنا واحد الاناء اكس، اناء اكس تقرا التمرين الذي يراد طلاؤه، عندنا واحد الاناء ما عرفناش اقول لك الاناء شكون هو، المهم اكس اكس هو هذا، بغينا نديروا ليه الطلاء اسيدي طلاؤه بغينا نطلعوا، يكون احد الالكترودين شي واحد في هذا احنا ما عرفناش، واحد في هذا غادي يكون اكس، نقول اكس مثلا هو، المهم هو اللي بغينا نديروا الطلاء ديالو بينما الاخر من القصدير، هذا من القصدير اس ان، اذا واحد الالكترون من اس ان الاخر لا، شي حد اخر بغينا نطويو القصدير. انا في بلاصتي اول حاجه غنديرها دابا لوبجيكتيف هنا شكون هو نطويو القصدير، هذا لوبجيكتيف ديالو هو خصو يكون في القصدير، يعني هذوك الايونات اسيدي اس ان دو بلوس غادي يجروا لهذا الشيء غنمشيو لهنا باش يلصقوا لهنا، وهنا ثاني عطاونا لو ميم كوبل اس ان دو بلوس اس ان، كيبان ليا نفس التمرين اللي داز خو نيشان، خو نيشان حرفيا ستشوف فعلا تيبان ليا هو نيت، تيبان ليا بلا ما نديرو لان بير دو طون، سيتي بير دو طون، سيتي بير دو طون، لان نفس التمرين اللي داز الى انا ما كنتش شفتو مزيان ما غاديش ندير غنحيد. سيرتو واش تيبان ليا شي تمرين اخر ولا بارك فيكم. التمرين الرابع خمسة داك الشيء ديال ديال طافي بلا ما ندير داك الشيء، شوفوا التمرين السابع واش نديرو، شوفوا واش عجبكم نديرو التمرين السابع، والله الا تاهو في اس ان بلس هو اللي طاير تاهو اس ان بلس. غادي نشير واحد الملاحظه لان بالي سي لو مينيك زير سيزيان غير عبدو البال، عبدو البال في الالكترونيز ياك عبدو البال في الالكترونيز، الله يعطيك شي معلقه ياك شي معلقه 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 ماشي وسطوها واحد المعلقه، بغينا نجويوها مثلا غادي نجيو نديرو هنايا جينيراتور ثاني من جديد، وغادي نديرو هنا مثلا واحد لابلاك ثاني ديال مثلا السيبانا ديال السي اي دو سي اي، وهنا غادي يكونوا ايونات مثلا سي اي دو بلس، غنقول لك الهدف هو ان هاد الصفيحه المعلقه هذه ملعقه ملعقه دائريه، شوف دائريه ماشي اسطوانه، قطعه دائريه ما عندهاش لي بيسر، هاد القطعه بغينا نجويوها في سي اي دو سي اي، بغينا نعمروها في سي، يعني هاد الايونات سي اي دو بلس غادي يجيو يلصقوا هنا نفس المعادله عاوتاني سي اي دو بلس زائد دوز الكترون تعطينا مادة سي اي، هنا اش غادي تكون اختزال سيتي ريديكسيون، لا ريديكسيون سو في كوا في لاكاتود، لاكاتود هو ناقص هنا ثاني هو زائد جينيراتور زائد ناقص، ماشي هذا هو المشكل، المشكل اللي كاين هو غنطلب منكم لا ماس ديال سي اي ديبوزي، بغيت لا ماس ديبوزي لا ماس، ولكن غنعطيك واحد الموضوع غادي نعطيكم لا ماس، لا ماس سيرفاسيك، لا ماس سيرفاسيك ديال الملعقة، شكون اللي عمرو سمع لا ماس سيرفاسيك، يلاه يلاه الحاج لا ماس سيرفاسيك بحال لا ماس فوليميك لا ماس سيرفاسيك، وقولوا لي راهو ولا واش عمرك سمعتيها ما سمعتيهاش غادي يجيو لا ماس سيرفاسيك
نو هاكا غنجيبو لك اسيدي لا ماسيو فاسيك غندير الرمز هو هذا مثلا 2 غرام بار سنتيمتر كار. شكون اللي يقدر يشرح ليا من هذا الموقع؟ ما تقوليش ما قريتش لا ماسيو فاسيك هذيك ماشي واخا ما تقريتش من هذا الموقع كي غادي تعرف لا ماس ديال الكويف دو ديبوزات في المعلقه لا ماسيو فاسيك غادي نكمل باش نشوف هنا اللي عياني اشنو هي لا ماس فولينيك لا ماس سور لو فولين ايوا استاذ على هذا الوزن هذا اشنو هي لا ماس سور فاسيك هي لا ماس سور لا سيرفاس ماس سور سيرفاس غاتعطينا لا ماس تاع الكبير هي لا ماس سور فاسيك لا سيرفاس لا ماس سور فاسيك عطيتها لكم 2 غرام بار سنتيمتر كاري شكون هي لا سيرفاس دو فوا لا سيرفاس دو سيرك شكون هو لا سيرفاس شكون هي لا سيرفاس دو سيرك هذيك الملعب إلا تخطات غير من جهة وحدة إلا تخطات من جهة وحدة شكون هي لا سيرفاس هي بي ار كاري فلات بي ار كاري هذا لو غير ولكن على أساس تكون ديك لا بلاك تخطات غير من جهة وحدة أما إلا تخطات من جوج جوايع خاص دير لا سيرفاس الفوقانية زيد لا سيرفاس الثانية راه واحد راك كتب عليها غادي ندير بي ار كاري ولكن ملتيبلي بار دو الى قال لك تخطط غير من جهه وحده بي ار كار قال لك تخطط من لي دو فاس بي ار كار زائد بي ار كار عوضوا لو غيوم لا فالو كالكيلاتريس غتلقاو لا فاس صافي وجدوا دو بي ار كار غير تفوت معاك هادو سو سون دي زاستيس هادو لي زاستيس ولكن على حسب نقول لكم على حسب داكشي اللي قلتو ليا 30 دقيقة 25 دقيقة ما غيكون شي تمرين اللي هو عقلو على تيبان ليا شي درنا كافي صيفط لكم البارح من الدار البيضاء واحد الوريقة فيها أربعة التمارين أربعة التمارين ياك أربعة التمارين يا أستاذ فينا هما طبعتهم خليتهم في الدار أيوب سينا ودي واحد شوية هذوك التمارين فيهم واحد جوج ديال الصوصات كاصحيح ما توصلوش انا غنكمل دابا وغادي نعاود نصور لكم نقول لكم شكون خدموهم هاد الليله اللي حصل شي حاجه يخليها لي غادي نجاوب في الواتساب غير ديال السونس ما تبعدو منهم اي مساعد تفضل غنعاودو هاد الشيء الامتحان ايوب خذ الميكروفون خذ قلت لك استاذ واش ماشي اخر مره صافي غنبقاو نخدمو الدرس هذا باقي غنبقاو السلام عليكم السلام عليكم السلام كاينه الوالده يلا خرجوا وسيري تمشى تهلا فيها ولا لا تعرف ملي كتكون تهضر معاك كتسمع ليها مزيان اه من تكون الوالده ولا الوالد يهضروا معاك كتسمع ليهم مزيان اه كندوي كندوي مزيان برضي وعلاش اخويا ملي تهضر ما تسمع ليش والله حتى كنسمع لك حق الرب مسخوط السيد اعوذ بالله شطر الرجيم لا شو لا الله يديك ما كيتلقى لنا ولا فعل شوف راه قلت لك اللي تيكون في الشطره في القضيه في الواتساب اللي تيكون مع هذه الحصه مديوره فقط لصحاب الفروض ماشي هي الاخرى ما يمكنش وانت راه باقي راه ديكم سيسي عرفت الخدمه كي دايره هذاك الشيء ديال العصير لي بيج انتم درتو بون فقط راه مازال ما درتوش ليه القصريه درناها انا مازال ما درناش ليه داك الشيء تعرف كامل ولكن الخدمه اللي هي ماشي ديالنا هذه الخدمه ديال الزربه الفرد ولكن ابل ديك الشيء غيتعاب خاص شويه ديال الخبر في راسك ما عرفتش يا استاذ هو السيد تمام اختي عرفتي تخطانا تو الله يسين كحلو بر يضربنا الضو السيد وهزنا اشتوز اودي اه واتصل وتجي متفق على الله وفينا هو التجي اللي كان ادوا تجي المريض مريض تجي المريض مريض مالو سيدي الله يشافيه ويعافيه